أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ينسب للشافعي رحمه الله هذا البيت وهو قوله: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. يقول: فهل في هذا البيت خلل عقدي؟ لا، حاشا وكلا الإمام الشافعي، لكنه يقول: لا تهتم بالليالي أو الأيام، لا تهتم بها، لأن ما قدره الله سيقع ولو لم ترد هذا. هذا مراد الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا. شوف آخر البيت بينه: وطب نفسا بما حكم القضاء. فكلام الشافعي يفسر بعضه بعض، أنه يقصد بذلك أنك لا دخل لك فيما يقع في الأيام، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تلوم الأيام على ما يحصل فيها لأنها مدبرة. ولهذا جاء النهي عن سب الدهر. نعم.